يوم 19 من أغسطس من كل عام يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تكريماً للأيادي البيضاء المعطاءة وتواصلها مع المحتاجين في شتى بقاع الأرض. هؤلاء العاملون والذين يواجهون الأخطار والمحن لمساعدة الآخرين. اليوم العالمي للعمل الإنساني يطرح الكثير من الأمثلة العظيمة التي لا يمكن أن يغفل عنها العالم عن عطائها ووقفاتها الإنسانية. فالكويت والعمل الإنساني قصة لا يمكن اختصارها، وتاريخ عظيم لا يمكن إيجازه، ومسيرة معطاءة كريمة يحال وصفها بدقائق. لعقود عدة عرفت دولة الكويت بالأيادي الممتدة بالخير، والتي جبلت عليها إيمانا بالمبادئ الإنسانية الأساسية مع بقية دول العالم. لقد جبل أهل الكويت منذ نشأتها بحب العمل الإنساني، وتمكنت من الاستحواذ على مكانة مرموقة في مجالات العمل الخيري ومحاور التنمية المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي، حين بادرت بتأسيس أول مؤسسة ائتمانية للتمويل في الشرق الأوسط، وهو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ومنذ انضمام دولة الكويت للأمم المتحدة عام 1963 سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية، ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة. وخلال السنوات الأخيرة برزت دولة الكويت على ساحة العمل الإنساني الدولي بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث لعبت دورا أساسيا في هذا المجال من خلال مؤسساتها الرسمية والهيئات والجمعيات الخيرية، والتي أكدت على استمرارية دولة الكويت في مواقفها الإنسانية تجاه شعوب العالم. وامتدادا لما بناه الآباء والأجداد، فإن دولة الكويت حققت وتحقق العديد من الإنجازات الإنسانية، أبرزها مؤتمرات دعم اللاجئين السوريين التي احتضنتها دولة الكويت، وإنشاء صناديق المشاريع الصغيرة في العالم العربي، وعشرات الحملات الإغاثية في مختلف دول العالم. كل ذلك لفت انتباه دول العالم إلى هذه الدولة الصغيرة بمساحتها الكبيرة بشعبها وحسها الإنساني، ما حدا بالأمم المتحدة أن تجعل من دولة الكويت ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه نموذجا للإنسانية. فاحتلت الكويت موقعا رياديا على خريطة العمل الإنساني والإغاثي على المستويات الإقليمية والعربية والدولية. وتستمر كويتنا الحبيبة بهذا العطاء، والذي يقوده والدنا أمير البلاد حفظه الله ورعاه في سفينة الرحمة لجميع شواطئ العالم، محققة لكل الشعوب الخير والسعادة، وواضعة بصمات الإنسانية في شتى بقاع المعمورة.